معتصم جوهر بيقول بحبك يا كابتن ويا ريت تيجي الاهلي، هل في كلام مع النادي الاهلي يا احمد؟ بصراحه لا الفترة ديت مفيش الصراحة. مش كان عارف، آخر حسيت حاجة كده، حسيت كده من نظرة عينيك أول ما قلت لك، رحت باصص كده قلت إيه الفترة دي يعني مفيش، حسيت إن فيه لا مش مفيش عيب حاجة. يعني. أنت هو الناس في الشارع بيكلموني بيقولوا لي أنت مش عايز تروح عشان تروح الأهلي أو كده، أو الناس زمالك على طول بيقعد يتكلم أو بيتكلم في صفقات بيجهز للنادي الأهلي يعني على طول، فبتكلم مع الناس. لا مفيش حاجة الفترة ديت. يعني النادي الأهلي الفترة ديت بيتهيألي مش محتاج اللي هو يجيب لعيبة في المركز ده. عندليب زملكاوي، بص يا كابتن ما تطلعوش من عندك غير وهو ماضي الزمالك